إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي الأوفياء لقناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر والحصري من مدينة العرائش. إذن متابعينا الأوفياء، كاين واحد الحالة ديال الاختفاء ديال واحد الطفلة عندها 13 سنة، خرجت من دار الأم ديالها، ولكن للأسف الشديد ما كاين حتى خبر عليها. من نهار اللي خرجت الام ديالها غتحماق عليها، هيت ما تقلب، هيت ما خلت في قلبت، ولكن للاسف الشديد السيده ما بان حتى خبر عليها. وكنتمناو من المتبعين الاوفياء انهم يبارطاجيو اللايف، لعل وعسى تبان هاد البنت اللي خرجت مولات للدار ديالهم. اذا المتبعين الاوفياء، كما قلت البنت خرجت من الدار ديالهم مولاتش رجعت، الأم ديالها تحماق عليها للأسف الشديد، كتعيا ما تقلب عليها وما خلات في قلبت عليها، ولكن بقى ما لقاتهاش. البنت عندها تقريبا 13 سنة، خدامة، كانت خدامة مزيان، ما بيها ما عليها، حتى خلت الأم ديالها مصدومة. تفضلات. تفضل. البنت خرجت عيط سخر ما رجعت ليش. انا مزوقه فيكم، ليت انا من مدينه العرائش، وانا يماها سميتها خديجه، الله يجازيكم بخير. اللي شاف هاد البنيه يجيبها لي، سميتها ايه ويماها خديجه. انا عن حماق عليها، رانا عن حماق عليها، الله يرحم الوالدين. اللي شاف لي بنتي يجيبها لي، هذا الله يجازيكم بخير. لما عاونوني رانا عن حماق على بنتي، كانت ميتة تجي، كانت حية تجي. المهم اللي دارت هو هذا، الله يسامح الآية في كلش، عين شوفها وتجي قدامي، وهي اللي كاينة بيا، وهي اللي كتخرجني، وهي اللي كتدخلني. نار مشات، انا ما كان ناكل، ما كان شرب، ناعس ما كان نعش، فهمتي؟ كنقيل عطايشه، ايت ما نقلب ويجيب الله، وندير قيني في الله والحمد لله. ما بيدي ما نعمل، ما عندي ما نعمل اسيدي ربي الحبيب. شحال عندها من سنة؟ 19 عندها 13 سنة، خدامة هي؟ خدامه، كانت خدامه بنيتي عند الزيتوني، كانت خدامه ودوزت لي هاد كورونا، الحمد لله. كتخلص وتجيب لي الفلوس، كتخلص وكتبات ديما الشماعي، كانت كتخلص وتجيب لي الفلوس. اما راه ما غيرتني، ديما مخرجاني وديما مدخلاني. الله يرضى عليها، الله يربيها طريق الخير، الله يهديها، الله يهديها. واللي شاف هاد البنت واللي كان شادها، الله يرحم الوالدين وطيح في قلبه الرحمه. كنتي الله قلتي لي يخير. بان شي واحد اتصل بك في التليفون وقال نعم، اتصل بيا شي واحد، الله يجازيكم بخير. هاد النمره هي محطوطه هنا، اتصل بيا وقال لي واش بنتك هي ايه؟ قلت له نعم سيدي. قال لي راه بنتك في خطر، بنتك رانا حطيتها في العوامره في القريه، وانا مزوقه فيكم، وراه من هذيك الغوطه. وانا دخلني الشك سيدي، مشيت ديكلاريت عند البوليس، فرقت تصاور، ما خليت ما درت، هوت القصر، فرقت تصاور، ويجيب الله آية. آية ما عرفتهاش فين اختفلت وفين مشات، وانا مزوقه فيكم. شحال تقريبا المدة باش تخرج انت؟ شهر، شهر ونص، دابا راه شهر، شهر خرجت شهر 11 و12، شهر. هي اللي كانت خدامة عليكم؟ هي اللي كانت خدامة عليا، وهي اللي كاينة بيا، وهي اللي كتخرج تسخر لي، وهي اللي كتدخل، وهي اللي كتمشي تخلص، وعاد خلات هذيك كارت كيشي ديالها، ديما الاجتماعي داير لها، وهي اللي كاينة بيا وكاينة بالكرا. راه حنا من كورونا ما خلصنا كرا، ما خلصنا ضو. انا عارف اني انا راه واحد المرأة معدورة الركبة، عظم صناعي، رانا درت عال جواد، الله يكثر خيرهم وخلف عليهم، هما اللي جمعوا لي درت عمليه. الله يرحم الوالدين. دابا بنتك خرجت ما ولاتش جات؟ ما ولاتش جات، بنتي خرجت ما جات، بنتي خرجت ما جات، بنتي ما عرفتهاش فين مشات. رانا النعاس ما كان نعشي، الماكله ما كان ناكل شي، رانا كنبات في الشرجم احبابي، كنبات واقفه في الشرجم الليل كامل، كنقول دابا ايه تجي وتدق عليا، ما كيناش.
وانا مزوجة فيكم، واللي شاف آية واللي شنو الأصل ديال النسب؟ آية بالكمايل، آية بالكمايل، آية بالكمايل، راهم عندي اي جوج، مشات لي البنية تبقى لي الولد، وانا مزوجة فيكم بقات بلاصتها قداش، انا الان حماق، انا مزوجة فيكم ومزوجة في الله تعالى، لما شوفوا فيا وان شاء الله يعاونوني، عاونوني وديروا مجهودكم، ديروا مجهودكم، انا مزوجة فيكم كيما كان النوع ديال الجحيم، نشوفها وتجي حدايا وتجلس تكون مشات مع شي وتجي. واحد، عندها علاقة مع شي واحد؟ لا لا بنتي مشات، ما رجعت ليش، بنتي خرجت ما رجعت، بنتي خرجت ما رجعت، بنتي خرجت عيب الصندالة تقوم عيد تسخر ما رجعتش، جات عجلي لي بوش جديد وخرجت صافي، ما خرجت مزيزة، ما خرجت مسكسة، ما خرجت حتى حاجة، عاد الجلابة اللي كتشوف في التصويرة هي اللي خرجت بيها، وانا مزوقة فيكم، انا من مدينة العقاريش، انا يمها خديجة، راه يمها خديجة عالحماق ونهبل، عارفة الظروف ديالي، وراه عارفة الصحة ديالي، وديما مقوداني، وديما غادا بيا للطبيب، والله يرضى عليها، والله يهديها، هادشي اللي عم نقول لك اسيدي. إذن كما سمعتوا للأسف الشديد، الأم كتعاني في صمت من بعد ما خلت بنتها تسخر وما رجعتش، عيات ما تقلب عليها وما خلت فيه قلبت عليها للأسف الشديد، متبين الأوفياء، عيات ما تقلب عليها ما خلت فيه قلبت عليها. وهذا نداء كان وجهه الناس ديال مدينة العرايش والنواحي ديال مدينة العرايش، هاد السيدات، الطفلة هذه وهاد الفتاة سميتها آية من مدينة ديال العرايش، العمر ديالها تقريبا 19 سنة، خرجت وما ولاتش، الصندالة في القومة خرجت غير بصندالة قمة، خرجت غير بصخر عند مول الحانوت، ولكن للأسف الشديد ما ولاش، خرجت ما ولاش للأسف الشديد، وظاهرة تقدر تكون اختطفت لا قدر الله. ونتمنى أن آية ترجع سالمة غانمة نعم للمنزل ديال الأسرة ديالها والأم ديالها، نعم لأن الأم ديالها كتخيل تبكي للأسف الشديد. إذا كنتمناو من المتبين الأوفياء أن أي واحد شافها أو عرف عليها شي حاجة او كيعرفها فين هي، يتصل بالام ديالها او يتصل بقناة شوف تي في، نحاولوا اننا نوصلوا هذا اللايف هذا ونبارطاجيو هذا اللايف هذا، لعل وعسى ان نعم آية ترجع للام ديالها. بغينا نعم آية ان شاء الله، نتمنى لك اكيد نفسي يا للمتبعين الاوفياء، ان آية ترجع للام ديالها، لان الام ديالها راه كتعاني في صمت، راه كتقيل تبكي ليل ونهار للاسف الشديد. اذا شكرا للمتبع الاوفياء لقناة شوف تي في من مباشرة من مدينة العرائش، كنتمنى ان آية ترجع ان شاء الله في اقرب الاوقات للام ديالها اللي كتقلب عليها، وتحياتي للجميع.